المفاجأة هنا بقى ايه يا استاذ لميس؟ المفاجأة انه الزمالك حتى طبق عليه الاعتذار او الانسحاب، وفي حال تغيير البطولة لبطولة باسم اخر السنة اللي جاية ويلعب فيها اربع فرق، فاصبح ما عادش في حاجة اسمها سوبر، اللي البطولة هتبقى ليها مسمى تاني خالص. فهنا المعلومة اللي عندي انه يحق للزمالك بقى انه يلعب. هو انا بس عندي سؤال، افرض الزمالك ما خدش بطولة السنة دي، افرض يعني، تمام، لا قدر الله، تمام، ما خدش لا دوري ولا كاس، لا قدر الله، تمام، افرض هنا ساعتها السنة دي بتتحسب ولا ما بتتحسبش؟ ده لا تحسب بقى السنة دي، لازم يكون لا تأهل ليها. فبالتالي يعني لازم لو كان بطل بقى يبقى ساعتها تطبق عليه بالظبط. بس أنا بقول لحضرتك السنة اللي جاية اتحاد الكورة ورابطة الأندية أعلنوا إن البطولة اللي جاية هتبقى من أربع فرق، وان هم هيسموها مسمى تاني، فاسمها اتغير، بدل ما اسمها تامر بقت وائل، يعني بدل بالظبط. فهل يطبق على كده. تامر لن يطبق على وائل، فكده فلن تطبق على وائل، بلاش تامر، طبقوها على وائل، تحس ان كده. هم بيعملوا حاجات دمها خفيف، فيلعب عادي السنه الجايه او يلعب عادي. ده لو يلعب بقى في حال التغيير، يلعب الزمالك، وهنا اللائحه خلاص انت البطوله الموقوف فيها تم تجميدها، فخلاص انت بادئ زي ما بيقولوا كده بقى على نظافه، داخل حاجه جديده يعني. سوبر بشرطه او السوبر كده. الرباعيه بالظبط كده، هي هتتغير يعني، غالبا هيسموها النخبه يعني. النخبه، الله الله الله، جديد جديد. لا بجد بيسلونا، احنا نعمل ايه بدون وجود اتحاد الكوره؟ نعمل ايه في حياتنا في البرنامج كده بدون اتحاد الكوره؟ بجد والله ما مش ممكن. والله احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه بس بنتمنى يبقى في استراتيجيه وخريطه بجد، علشان خاطر احنا الموضوع ما عادش مستحمل يعني. طيب وامتى القرار هيطلع؟ هو مجلس الاداره المفترض انه يجتمع الاسبوع اللي جاي وياخد قراره، لانه لسه هم منتظرين لجنه المسابقات هتاخد عقوبات اللي بتخص مباراه الاهلي وبيراميدز في السوبر الاول، وبعد كده مجلس الاداره يجتمع للبث في موضوع نادي الزمالك والانسحاب يعني. شكرا زميلنا احمد عبد الباسط الناقد الرياضي والصحفي الرياضي الشاطر الحقيقه.